هاي، تعالوا نعمل مع بعض الميك اب لوك ده. بس قبل ما تشوفوا الخطوات ما تنسوش تعملوا لي فولو وكومنت ولايك، ويلا بينا نبدا نشوف التوتوريال. اوكي انا مخلصه البيز اوت اوف كاميرا، هنزله لكم في فيديو منفصل لوحده علشان تشوفوا الخطوات اللي بعملها. دلوقتي هنيجي بقى للعيون على طول. هستخدم الكنسيلر ده من عند ميبيلين، درجته 20 كاي شادو بيز. تمكت الكنسيلر وثبته بباودر. هناخد بلندنج براش كبيرة، والبلد دي من تارت فيها تو شيدز دول اللي جنب بعض، واحدة على بني والتاني على روزي كده، فهنعمل لهم ميكس مع بعض ونحطهم كترانزيشن كتر. اوكي تاني لون هناخده برضو من نفس البلد، هيكون مات بيج اللي هو اللون ده، هناخده على فلات براش صغيرة ونحطه في مقدمة العين. خلصت العيون من فوق، دلوقتي هناخد الايلاينر البني ده من عند نيكس، هنمشي بيه على خط الرموش بس. عشان نعمل اللون البينك اللي تحت العين هناخد لون ابيض ونحطه في الووتر لاين وتحت كمان الووتر لاين. اوكي اوكي موهته شويه، ودلوقتي هناخد الباليت دي من عندي يو كان بي. حاسه ان انا عايزه اخد اللون البينك ده واحطه فوق اللون الابيض علشان يبقى برايت قوي وظاهر. ركبت رموش وخلصت تحت عينيا، دلوقتي هنستخدم الماسكارا دي من ميبيلين، هنحطها في الرموش اللي تحت. هنيجي بقى للشفايف، هستخدم الليب لاينر ده من ريمل درجته كابتشينو. اوكي للليبستيك هستخدم ده من فيسز درجته اسمها فوشيا جاردن، وانا عندي من زمان جدا مش بستخدمه بسبب انه لونه فاقع، بس حسيت النهارده انه هيماتش العيون فهنستخدمه. هناخد ليب جلوس من عند ميبيلين، ده الليفتر بلامب الجديد ده درجته 03.